كمان اختيار. أمين عام حزب الله الرئيس السوري. بنقي الرئيس السوري لسبب بسيط، انه هذا سوري، بعرفه سوري، بتعاطى معه. اذا بدي نقي حسن نصر الله بتفاوض مع الايراني دغري. كل الاشخاص اللي حتى منهم قوات ومعارضه يعني للعهد، كلهم لما كنت حط لهم هالاختيار دائما كانوا يروحوا على اختيار بدهم، لانه مفكرين لانه لبناني. لا خليني اقول لك، انا دائما اختار اللبناني على حساب السوري. لا لك ليش؟ لانه يا بده يعمل نائب، يا بده يعمل وزير، يا بده يعمل رئيس. انا بدي اعمل شيء، بحكي الحقيقه. انا بقول لك بدك تعمل نائب وبطل. كان بدي اعمل نائب وقت اللي كنت مفكر. لا مش لانه ما زبطت، لانه شلتها من راسي من سنه العشر سنين، لانه بالاخر كنا مفكرين لازم نعمل نواب تنقعد على كراسي قاعدين عليها بيير جميل وكميل شمعون وكمال جنبلاط واللي بدك اياه. بس وقت اللي صارت كراسي النيابه ما بعرف مين قاعد عليها، بفضل انه لا، بفضل نقدر نظهر على مطعم نحن وعيالنا بدون ما العالم تسب لنا، بفضل انه نطلع على حلقه تلفزيون نحكي كلام بدون متحررين من كل القيود السياسيه ومن كل المنافع العالم تقلنا يعطيكم العافيه، من انه نطلع مثل ما عم بيطلع غيرنا. يعني تختار إذن الرئيس السوري؟ أختار الرئيس السوري لأنه سوري وخصمي وعدوي بالمرحلة من المراحل، وتفاوض معه. السيد حسن نصر الله بتفاوض مع الإيراني دغري بموضوعه.